أعزائنا المشاهدين، كما راكم تشوفوا معنا رانا متواجدين الآن في بيت لينا. رانا الآن مع الوالد تاعها سي رياض زديوي. خونا رياض، احكي لنا شويه على لينا، كيفاه زادت لينا، كيفاه عاش صغرها لينا، كيفاه مع المرض هذا. هو المرض هذا زادت به سما تشوه خلقي في العمود الفقري تاعها، وكانت صغيره سما ما فوق لناش حنا نصايبو حمو منا، كانت الام تاعها سما حطينا بلي زادت. ومن بعد كي كبرت ولات مده كيما نقولوا 11 سنه 12، بداو يظهروا اعراض، عاد عندها السطر في ظهرها، عندها منها ما تقدرش تقعد دروا، ما تقدرش دير امور، ما تقدرش تهز حوايج. ومن بعد رحنا للطبيب لهنا، كيما نقولك شفنا امورنا مع الطب ومنا كل واحد وش يقول لك. حتى النهار وليت ديتها للجزائر عند لا كلينيك، درت لها ليرام. كي خرج الرابور تاع الطبيب قال لي فوالا بنتك لازم لها عمليه ومنا. قلت له اسكو العمليه هذه لهنا في سطيف؟ والله قال لي في لهنا نقدروا نديروها في الجزائر. والله قال لي امبوسيبل، قال لي بيسك كا تاعها بيسك، قال لي وانت كاين تشوه يعقبوا العروق وكل منا، قال لي لازمك الخارج. وليت انا جاب لي واحد لادريس هذه تاع اسمه تاع تركيا، مستشفى في تركيا، اتصلت بهم دزوا لي، بعث لهم ليرام، بعث لهم كلش دي رابور اللي تعطى لي الطبيب، قالوا لي لازم عمليه جراحيه. والعمليات قالوا لي استقام لك 14,000 دولار، والظروف تاعي انا ما تسمحش يعني باه ندير. نطرقوا الحاله تاعك خونا رياض، لينا شحال راهي في عمرها دوكا؟ دوكا عمرها قريب 16 سنه. خدمت لها لي بروتيز، خدمت لها سوا هكذاك وما فادوش، خدمت لها واحد ب 12 مليون بروتيز تلبسو هكذاك ما قدرتلوش، سما ما كانش ريزلت معاها. زدت شريت لها سبت، شريت لها امور، خدمت لها لي سومال، خدمت لها تقرا تقرا ما تقراش، تخرج هكذا الدور تخرج دي فوا ما تقراش ما تقراش، ما تقدرش كرطابل، حبست على جال الامور هذو. سما كي كانت مديرة هذاك الكرسي ما تقدرش تقعد بيه، ما تقدرش، كانت تنحيها من الليل لليل، تمشي بها نهار كامل، سما تنحيها خطرة في الليل برك تبغى ترقد تنحيها. بيسكو جيت واش هكذا تشريو لها كل شيء متحرك هكذا تروح بيه تقرا وتجي؟ ما سيتش، بس كانت تمشي شوي ولا ظهرها ظهرها كرطاب ثقيل، ومن ثم زاد اثر عليها شويه. ايش تبع دوكا في الدروس هكذا كيما نقولوا في الدروس في الدار هكذا المراسله؟ ما كان والو، يعني نقدروا نقولوا الاعاقه هذه منعتها من انها تزاولها تكمل. ثم تقول لك انا بس كرسي هذاك ولات جيتها دخل فيها العمل النفسي. يعطيك صح، ثم جيتها واحد الامور هكذا ما قدرتش تكمل تقرا، هي ديرونجات. احكي لنا على حالتك تاع اخونا رياض، حالتك الماديه كيف راك واش راك تخدم، كيف راك عايش، كيف راك تصرف على الاولاد هذو؟ قد عندك ولاد دوكا؟ عندي ثلاثه طفله وزوج دراري، وعندي زوجي بالحمل، وانا نخدم معاه من يومي في الباطور تاع تشارجي دي شارجي، عندي انسان حمال نهز نفرق. سما عاطيني شهر يقضى قد الحال وخلاص، مشوا بها امورنا وخلاص. شهريه جهدك تكفي كيما نقولوا احتياجات اليوميه تاع العائله، نهار هكذا ونهار هكذا وتعقب وخلاص. قلت لي عندي طفل ثاني صغير ازماتيك. عبد الرحيم هذا ازماتيك، سما يداوي على برا، يعني يحب على حالتك الماديه هذه والظروف المعيشيه، مستحيل يعني تلحق تليم لها لوحدك. امبوسيبل، بيسكو انا كي نكثر هكذا 27 100 26 100، توكل الغاز تريسيتي قرايتهم على بالك، دواهم كاين امور هكذا اللي سعيد هكذا مع المحسنين، مع رجال الاعمال، مع كيما نقولوا مع المحسنين هكذا تاع السطيف تاع. كاين واحد خطره ما رحتش ليه، يعني راح ليه الولد سما قصدو، بعد جات الكورونا هذيك ومنا بروماه وعدو قالوا نقدر نعاونك ومنا، يعني كثر خير الانسان هذا. ومن بعد كي جات كورونا خي حبس كلش، ولا الوالد ولا نهار ولا ليه سما تنحى تحلو شويه طرق ومنا، قال له سما الامانه اللي كنت حل مدالك، قال له سما وليت شريت بها قطعه الاكسجين وضربت الكورونا، قال له سامحني سما مشيتهم في امر اخر. قلنا سما سامحوني يلا غالب هذه. اذا اعزائي المشاهدين، كما شاهدتوا معنا الحاله اللي راهي عايشتها لينا مع حياتها، الإعاقة هذه اللي وصلتها حتى لوين تبطل قرايتها،
تحبس حياتها الحياتها اللي راهي عايشتها اللي راهم عايشين كيما راهم عايشين اندادها كيما راهم عايشين اللي قدها. خونا رياض انا دوك نعطيك الميكروفون وانت وجه نداءك للمحسنين. تفضل. واش غنقول خويا؟ نطلب من الناس هذه اللي تقدر تعاوننا ولا تقدر كيما يقولك الله ان شاء الله كيما يقولك بالدعاء يعاونونا وخلاص. الانسان اللي قادر يعاون سما يعاونني باه نديروا حل للطفله هذه هذا واش نقدر نقول خويا. رياض قلت لي الحاله تاع لينا راهي كيما نقولوا في التطور من السيء للاسوء. قلت لي كرعيها دوكا من رايحين زيت تحت من رايحين يواجه سما كاين ديكالاج في كرعيها تحت ما تغش تمشي هكذا تمشي بالحواشي تاعها ما تقدرش تحط كرعيها تمشي هكذا يواجه من رايح زيت التطور من رايح زيت ولا انا ما عندي تصاور نطلب من الناس اللي يقدروا يعاونوني اشتكي شي انسان يتكفل بالحاله تاعها والله نطلب من ذوي البر والاحسان الناس اللي تقدر تعاون ولا ان شاء الله بلاش بالدعاء تعاوننا وخلاص باش اللي تقدر عليهم وكش ما يوعد يلملها يقدر يدير حل الطفله هذه. انت قلت لي تكاليف العمليه 1400 دولار وكاينه تكاليف زايده هكذا تاع ريديكاسيون كاينه الامور هذيك محاطين كلش لهنا. اعطينا شيفر هكذا شيفر سما شيفر محدد هكذا اللي يغطي لك التكاليف تاع الشيء هذا كل. هما نهارك كتبت لهم انا نهار بعثت لهم ولاو بعثوا لي قالوا كاين امور كاين مصاريف اخرى سما تقدر تفوت لك القيمه هذه. قالوا لي احنا حتى نشوفوا لوكا ونقدروا بيسكين تاهيل فيزيائي تاهيل قلت لهم انا قد ايه تقدر تريا قال لك صادي بون كي جينا هنا ونشوفوا الامور هذه قال لك هذو الحوايج كل لازم دير حسابهم سما هذه تاع العمليه وتاع كاين امور اخرين تاع النقل وتاع كلا بالك امور لي هذه هي. اذا اعزائي المشاهدين كانت هذه هي حالة لينا وكانت هذه هي حالة الوالد لينا. احنا نوجه نداءنا من هذا المنبر لذوي البر والاحسان كما قال الوالد تاعها لذوي القلوب الرحيمه. الى هنا نصل واياكم الى ختام هذا العدد والى نهايه سرد هذه الحاله على ان نلقاكم مع حاله اخرى مع